شنو نهارين هذوما المشكلة متاع الاتحاد العام لطلبة تونس، مؤتمرين اتحاد واحد وفما مؤتمرين، كيفاش نجمو نفهموها الحكاية ولا شنو؟ في الحقيقة هي ثم زوز أعضاء من المكتب التنفيذي أعلن إنجاز مؤتمر، وعضو من المكتب التنفيذي أعلن إنجاز مؤتمر. زوز احنا في تقديرنا كمكتب تنفيذي هي التجمعات الطلابية تنتمي إلى الاتحاد، هذا ما فيش حديث، احنا ما نشكوش، ما نقولوش ماهمش ولاد الاتحاد، هم ولاد الاتحاد، ولكن قانونا ومؤسساتيا وسياسيا لا يمكن اعتبار انهم مؤتمرات، هي تجمعات. المشكلة في ان من هنا من الجيرة ثم شكون دفع سياسيا نحو مؤتمر خاص به وواجهه بنفس الشكل سياسيا من الناحية الأخرى الأمين العام وأحد الأطراف في اتجاه إنجاز مؤتمر حزبي خاص به. هذين المؤتمرين خرجوا الفقه السياسي واحد، خرج قانون وخرج المؤسسات. لا يمكن لأمين عام أن يدعو إلى مؤتمر ما عندوش الحق، ثم هيئة إدارية، ثم مكتب تنفيذي، كما لا يمكن لعضو مكتب تنفيذي بمفرده أن يدعو إلى مؤتمر. في الحقيقة نحن كمكتب تنفيذي لا نعتبر أن هنالك مؤتمرات أنجزت. هذا من حيث تصورنا نحن رأينا في هذه التجمعات الطلابية، غير أن في الحقيقة لا نجرم أي طرف منه، ماناش نجرموا في الناس ولا نسبوا فيهم، بل بالعكس ندعوهم الى صوت العقل والى تغليب مصلحه الاتحاد. نحن كاعضاء مكتب تنفيذي لا مصلحه لنا في الفرد في المرحله القادمه، ما عندناش مصالح الا انتماء يعني بعض منا الى بعض المجموعات النقابيه والسياسيه، وهذا لا يعتبر في حد ذاته مصلحه، يعني هذا مهم. دونك وليست لنا النيه في الترشح أو في تأبيد وضعنا كأعضاء مكتب تنفيذي. 10 سنين عشنا كأعضاء مكتب تنفيذي، عدينا فيهم الباهي والخايب، انتصرنا وخسرنا، تحاكمنا، نجحنا، قرينا، دوبلنا، دوب معاش معنا مضيف كثيفة. إنما نريد حفظ هذا الاتحاد واحدا وموحدا، لذلك رفضنا زوز مؤتمرات على اعتبار القبول بتسميتهم مؤتمرات، وندعو إلى مؤتمر واحد يعمق فيه النقاش ويكون مبني على أسس الوحدة والتوافق وبمدة زمنية محدودة وبمهمة واضحة المعالم، وهي إعادة بناء هياكل الاتحاد التي اهترأت بشكل كبير. انتم رفضتوا المؤتمر هذا وخرجتوا بيان، نجم تفكرنا البيان شنو فيه؟ البيان احنا قلنا رانا رفضنا ال 24 يعني مؤتمر 24-25 للاعتبارات التالية. أول حاجة الانخراطات ليست من انخراطات المكتب التنفيذي، ثانيا ليس جامعا يعني سياسيا ما فماش حالة وفاق حوله، ثالثا لأن وقع خارج إرادة المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية القانونية. عندناش مشكلة مع المناضلين الموجودين، هذا ديما نحب نأكد عليها، احنا لا ننفي عليهم صفة انهم ولاد الاتحاد، نختلف في التصورات وفي الرؤى وفي المنطلقات، لكن ما تنجمش تقول ماهمش ولاد الاتحاد. نفس الشيء بالنسبة للمؤتمر 25-26، ولكن مؤتمر 25-26 يختلف على اعتبار انه مش في كل مراحله كان خارج الهياكل وخارج الاطر، انما في المرحله الاخيره منذ الهيئه الاداريه نتاع 11 ماي التي انعقدت في ظل غياب كامل المكتب التنفيذي بعضوين فقط، اعتبرنا انه الطرف السياسي المسيطر على الهيئه الاداريه والامين العام يقوموا بخطوات الى الامام وهروب غير مفهوم ومتسرع ويخلقوا في واقع متاع ازمه، على اعتبار ان حتى واحد لما يقبل بفرض الامر الواقع تحت عنوان ضروره الانجاز،
خاصة أنه يعني ماشية مسار كامل نتاع تتويج لم يكن الأمين العام وهذا الطرف صاحب العبء الثقيل والتحمل المسؤولية في مستوى سياسي أو في مستوى حتى شخصي. يعني كأعضاء مجلس التنفيذي تحملنا القصر الأكبر من دفع في اتجاه الإنجاز، من نقاشات، من توزيع الانخراطات، من الشد على أيادي الرفاق والمناضلين وتقديم كل ما لدينا من خبرة ووضعها على ذمتهم، من اجتماعات، من دفاع مستمر حتى على مقر الاتحاد وحمينا حتى بأجسادنا وحماية الانخراطات، خلق التوافقات، كل هذا دفعنا في اتجاهه. وليس الأمين العام يعني البروسيس هذا تقريبا نحن عملناه بنسبة 70 أو 80%، الأمين العام مشارك فيه، ثم هذا هو هذا الطرف اختاروا السطو عليه مهوش البروسيس متاعهم، وهذه عقلية مش باهية، هذا يعني منظور آخر، ما هوش كيف 24 أو 24-25 كيف 25-26. نعتبر ال 24-25 هم جزء من أولاد الاتحاد، لكن من خارج هيك ما عناش بيهم منه منذ انطلاق المسار متاح، ما عناش بيهم علاقة. بالنسبة ل 25-26 هذا مسار نحن عملناه ونحن بذلنا القصر الأكبر فيه، ووقع التسرع بخطوات غير محسوبة، خطوات ما فيهاش أفق، ما فيهاش بعد نظر، فيها تقييم حزبي سكتيري ضيق. هذاك علاش نرفضوا الإثمين، مش نرفضوهم بمنطق أنتم خايبين ومقول الاتحاد خايب، بمنطق يا ولادي راهم فيهاش وحدة، يا ولادي راهم فيهاش شرايك الهياكل. لا شيء ملح أكثر من أو يدفعنا باش نقدموا بهالخطوات المتسارعة. هي كي تجي تشوف ما كان ملحن على الأطراف هذه اللي تدفع توا وتقول لا مثلا ملحة وإنجاز الاتحاد، فأنتم توفرت لنا فرصة تاريخية 1,400,000 مواطن أنا في ذكرى في دفن رفيق شهيد شكري بالعيد، وقلنا له نم يا حبيبي نم، وتجاوزنا اللحظة. اليوم ولت إرجانس الاتحاد، ليست إرجانس الاتحاد، ليست مهمة مؤكدة الإنجاز وعاجلة. أنا جوان مازال يعني أعطاء فرصة للنقاش بأسبوعين أو ثلاثة لم تكن كارثة لولا صحة الرأس نتاع الناس اللي دفعت بعقلية نتاعي وتحب تفك حاجة لن تكون ملك أحد. الاتحاد كان فيه بورقيبة وخرج منه، ثم كان فيه الشيوعيين واليساريين في إطار هياك اللقبين وقتها ومشوا على أرواحهم وخلوا الأجيال من بعدهم، أنجز 18 وما أدراك ما 18 خارق العادة ومشوا الأجيال وخلوه للي من بعدها، كان فيه حزب العمال وكان فيه الشيوعيين مرة أخرى وخلوه للناس أخرى، الناس هذوكم بيدهم عاودوا وخلوه الجنراسيونات، وهنا توا إحنا مش نخلوه الاتحاد ليس ملك أحد. وغبي من يتصور أنه مجرد الهيمنة على المكتب التنفيذي سيستطيع من خلال الهيمنة على الاتحاد، الاتحاد أقوى. هذه المنظمة صحيح عندها ضعف مؤسساتي رهيب يجعل أو يسهل التطاول عليها عكس ما يقع في منظمات أخرى، ولا أريد التسمية باش ما ندخلش في عكس ما يقع في منظمات أخرى نشوف فيها الأطراف هذه بمعناها أسمح روحي نستعملها ترن قدام المؤسسات والقيادة في مؤسسات أخرى في منظمات أخرى، ويجوا الاتحاد اللي بهم القصير يحبوا يركبوا عليه بسيف، وقت اللي هو أثبت أنه جواد من نوع الأصيل لا يمكن لأحد أن يروضه إلا بالاستحقاقات النضالية وبالثبات على المواقف وبالانتماء حق إلى حركة 18، حركة 5 فبراير المجيدة، وإلى المؤتمر 18 خارق العادة وما ترتب عنه من نتائج نحن نعتبرها مشرفة. اليوم شنو الحل باش نتجاوز الصراعات هذه الخلافات هذه، باش نعمل مؤتمر يكون فيه مستوى اسم الاتحاد؟ اليوم ثم حل، بعد 5 شهور 6 شهور لن يكون هناك حل للأسف. أنا نقولها اليوم الحل في أنه يا أخي تجلس الناس توافق سياسي، مبدأ تغليب العقل ومبدأ تغليب عقلية الوحدة سهل وهو نضج،
والناس تكبر النضج والناس تقدر النضج ولا تعتبر انه اكس ضعيف اللي يتنازل او زي الضعيف اللي يتنازل. هنالك التوافقات يمكن ان تحصل واتفاق حول سنة يجي هذا مكتب تنفيذي له حكايته فارغة. المكتب التنفيذي ليس منصب دائم يا ولادي وليس سلطة قرار في البلاد، راهو نورمال مو هيكل لإدارة الأمور داخل الاتحاد لا أكثر لا أقل. يمكن وجود اتفاقات، أنا أعتبر أنه الاتفاقات ممكن وأنه محور الأمانة العامة اللي هو سبب جزء كبير من الخلافات محور سهل وبسيط. وخويا قديش من واحد ومقدم الأمانة العامة قديش من واحد تمسك بها حتى شيء حكاية فارغة تحل في إطار نقاش متاع ساعة من زمان بعيدا عن عقلية هذا الغالب وهذا المغلوب والقهر وبالسيف عليك وعقلية الهروب إلى الأمام اللي دي مش تقدم. اليوم راهو مشكلة كبيرة إنه الاتحاد يعيش ازدواجية هيكلية بقطع النظر. أنا ما ندخلش شكون صحيح شكون غلط شكون ثوري شكون رجعي، لا أدخل في هذه التقييمات. ما ندخلش في شكون ابن الاتحاد وشكون مش ابن الاتحاد وشكون مدفوع الأجر وشكون مش مدفوع الأجر. وكل الكلمات والسلامات ما عندها حتى معنى أمام الطلاب. الطالب راهو ما يجيش يسمعها الحكاية ذي، يرى اتحاد واحد موحد قوي أو يرى مجموعة من الاتحادات ومجموعة من المؤتمرات لن تكون لها أي نوع من التأثير. لذلك الوحدة كما طرحها المكتب التنفيذي في بيان اتفاق سياسي مؤتمر بسنة، مهمة المكتب التنفيذي إنجاز وإعادة بناء الهياكل التي أفرغت من محتواها، حل كل الهيئات الإدارية، الناس كلها مناضلين وكما يقولوها ذراعك يا علاف العام الجاي خوي الطرف الأغلبي يوري اللي هو طرف أغلبي بمكتب تنفيذي يكون متوازن يشرف على العملية هذه ويكون متوازن وغير منحاز لأي طرف. شنو صحة ما يقال حول أنه فما شكون طواف المكتب التنفيذي أحد مكتبي التنفيذي كانوا من أجل النظام السابق؟ هذه أنا مستبعد أنه ثم شكون من أجل النظام السابق بأي من المكتبين. علاقات السياسية خارج إطار الجامعة مع أزلام أو غير أزلام هذه ما هيش مهمتنا ولسنا مفتشي ضمائر موجودة أو غير موجودة احنا ما بحثناش عليها. بالنسبة لنا النوايا تعبر عن أصحاب تعبر عنها يوقع التعبير عنها بأفعال. ضرب وحدة المنظمة بزوز المؤتمرات أبشع ما يمكن يكون. أنا النجم لهنا نجي ونركب على كل من ارتمى في هذين المسارين ونقول ما خلين الفلوس وما تزوزين كثيرة، لكن مش هذا الكلام وليس هذا الموقف وليس هذا التحليل. ثم مبادئ عامة ثم شروط بتاع نضال ثم التوافق سياسي. واليوم إذا كان ثم توافق سياسي نحو إقصاء أي طرف لي شبهتي انتمائي أو ارتباطي واحد أخوي إذا كان وش نعملون؟ أما هذه كاكة رمي الاتهامات أنا ما نحبش ندخل فيه المنطق هذا مطلقا. الاتحاد فما مين فاسد في الاتحاد فما تمويل فاسد بتاع مؤتمر يعني تمويل مشبوه. اي انا لا انفي ولا اؤكد، انا ما نجمش ننفي لاني لا اعرف تفاصيل وما نجمش ناكد زاد لان ما نعرفش تفاصيل وما عنديش اثباتات. انت سمعت حاجه في مهاكا معناها؟ سمعت يتردد وبرشا اسامي قاعده تتقال. فما حتى تدخل من حركه النهضه؟ فما تدخل من حركه النهضه. انا نعتبر الانقسام هو تدخل من حركه اللي مشى في اتجاه الانقسام اي واحد فيهم نجم يكون هو المدفوع من حركة النهضة. المشكلة في النتائج، انا ما يهمنيش في النوايا. كمكتب تنفيذي وكمشاهد من بعيد نعتبر روحي انا مواطن، مصلحة اي سلطة في تقسيم وضرب الحركة الطلابية وضرب ذراعها النقابة اللي اسسها او اللي دفع او اللي رسخها داخل الواقع بحسن وبسوء نيه مثلا ما تعنينيش. الوفاتي لا، الواقع هنا ان زوز منظمات ستتصارع ما همش او زوز مؤتمرات لمنظمه وحيده ستتصارع وهات
القيادات الجديده وباش تهري بعضها وباش تاكل بعضها سبان وباش تاكل بعضها حتى اعتداءات بالعنف. انا نعرف عايش في الجامع ونعرف درجه حساسيه الناس لبعضها. ف مساله هو عمل له انت خويا هو عمل انت الناظر السياسي ادعي الى مؤتمر موحد تو الناس اللي دفعت كلها في اتجاه الانشقاق تلقى روحها خارج حظيره الاتحاد وخارج هذه القلعه الحصينه. لجنه الحكماء احنا والله بالنسبه لنا لجنه الحكماء كنا نرجو ان تقوم دورها قبل إنجاز أي من المؤتمرات أو تم تشكيلها لجنة الحكماء هي بصدد التشكل. احنا كنا نرجو أن رأي تشكل تقبل ما الوضع الحالي، لكن اليوم تشكلها ليس بالأمر السيء ونرجو أن تشكل في أسرع الأوقات. وفي الحقيقة نحن نعاون على المجتمع المدني والديمقراطي، نعاون على أبناء الاتحاد في أنهم يقفوا ويقولوا شي يزي عيب عيب وحدنا ما 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 فما حد شيء نقسمه في منظمتنا. اللي مدفوع الأجر هذايا منا ولا منا؟ هتو يبان وقت اللي تدعو الناس كلها إلى وفاق سياسي وهو يصعصع ويشد ويركب راسه، تو يبان شكون مدفوع الأجر وشكون بأجندة وشكون كان مجرد خيار غلط ومستعد لتصحيحه. تو نشوفوها الناس. لا يمكن أن تضع النوايا الحسنة إلا على محك الأفعال. كيف نفهم الناس عندها نوايا صادقة أو نوايا خائبة؟ اليوم كل واحد نجم يعتقد النية سيئة في الآخر أو النية الحسنة في الآخر.